أمين. مساء الخير. اليوم بدنا نبدأ دراسة بأهم من أهم أشياء، من أهم تعليم اللي المسيح أعطاه في الكتاب المقدس. فاليوم بدنا نبدأ في مقدمة للموعظة على الجبل، مقدمة للموعظة على الجبل. أكيد بتعرفوا أنه من أهم العظات اللي المسيح حكاها هي مذكورة بإنجيل إنجيل متى أصحاح 5 و6 و7. هذه بما تعرف باللاهوت الموعظة على الجبل. والموعظة على الجبل هي تسمى الموعظة على الجبل، ولكن الأفضل أن تسمى مبادئ الملكوت. مبادئ الملكوت ليش؟ عشان رايحين نكتشف هذا الإشي في هاي الدراسة. بنشوف من أهم الأشياء اللي يسوع حكاها. لما منتطلع على يسوع، احنا منتطلع على مين؟ على صورة الله. طلع على الله نفسه اللي تجسد، عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد، الله نفسه بعطي هاي التعليم باسم يسوع اللي هو الابن المتجسد. وفي العظة هذه هي عظة تحدي وخيار بين اثنين، بين مجموعتين. رنمنا عن او حكينا عن الملكوت، حكينا عن السفراء. السفير هو يمثل بلده في بلد تانية، فإحنا هون سفراء نمثل بلد تانية أو نمثل ملكوت تاني. عشان تكون الصورة واضحة، بولس الرسول بروميا بيقول: لأني لست أستحي بإنجيل المسيح. ما بستحي بإنجيل المسيح. ليش؟ عشان إنجيل المسيح هو قوة الله للخلاص لكل من يؤمن. الإنجيل هو نفسه هو قوة الله للخلاص لكل واحد مؤمن بدون أي تفرقة، لليهودي أولا ثم لليوناني، لأن فيه معلن بر الله بإيمان. بر الله معلن بالإيمان، لإيمان، كما هو مكتوب: أما البار فبالإيمان يحيى. فهنا بولس بيقول: أنا ما بستحي من الإنجيل، إنجيل المسيح اللي هو مصدر قوة الله للخلاص، قوة الله للخلاص. عشان هيك خلينا نبدأ نقرأ العدد الأول والثاني. وبدنا كيف احنا بنسوي يوم الخميس؟ بنسوي دراسة بسفر التكوين، اللي يعني الكل ممكن يحضر هذا عشان متاح على الماسنجر. كمان بنسوي مكالمة، بندرس بسفر التكوين. وصلنا تكوين 3-14. كل مرة بندرس عدد بعدد عشان احنا كمسيحية نفهم أسس ديانة مسيحية، وندرس أساس بدايات كل الخليقة، بدايات كل إشي مكتوبة بسفر التكوين. بس اليوم بدنا نركز على متى 5:1-2. بيقول: ولما رأى الجموع صعد إلى الجبل، فلما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا. هذه أول آيات اللي مذكورة بمتى 5:1-2.
هلا بنشوف انه يسوع بتكوين 4 كان بيسوي عجائب كتير. بدي اقرا الايات هاي متى 4:23-25. من وين هدول الجموع اللي مذكورين باصحاح 5 اجوا؟ من وين اجوا هدول الجموع؟ عشان نفهم مرات ايش المذكور لازم نرجع شويه. اذا بنرجع شويه يكون متى 4 بيقول: وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت. شايفين؟ بشارة الملكوت. ويشفي كل مريض. كل واحد مريض كان يشفى، وكل ضعيف في الشعب. فذاع خبره في جميع سوريا، فأحضروا إليه جميع السقماء المصابين بأمراض وأوجاع مختلفة، والمجانين والمصروعين والمفلوجين، كل الأمراض الممكن تفكر فيها، فشفاهم. فيسوع كان موجود، كانوا يجيبوا كل الناس لإله، وكل واحد مكتوب إنه كل من لمسه نال الشفاء. فيسوع شوف كل هالناس عمالها بتيجي، فبكمل بقول: فتبعه جموع كثيرة من الجليل والعشر مدن وأورشليم واليهودية ومن عبر الأردن. ناس كثير، كل الناس لما الواحد بسمع على إشي عن واحد بيسوي كل هاي الأشياء، الكل بده إياه، الكل بده يروح يلمسه. فكل الناس كانت رايحة وبدها تشوف يسوع، بدها تسمع يسوع. ليش؟ عشان كان يبشر في ملكوت جديد، وكان كمان كل واحد لمسه نال الشفاء. ففي نهاية بدنا نفشل انه الكل كان يجي، اوكي، ناس عندها إيمان، ناس ما كانش عندها إيمان، ناس ملحدة، كل كان يجي. وبعد العظة الموعظة على الجبل بنشوف في متى 7 بيقول: فلما أكمل يسوع هذه الأقوال اللي هي الموعظة على الجبل، بهتت الجموع من تعاليمه. بهتت الجموع من تعاليمه، لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس للكتبة. كل هاي الناس أجت من مختلف العقائد، من مختلف الطوائف، من مختلف الأفكار، من مختلف الجنسيات، وكلها بهتت من تعاليم يسوع. متى 13:2 هلأ بيقول إنه لما طلع إيش سوى؟ جلس. بعاد في القرن الأول لما بيكون في هناك معلم، لما المعلم لما شاف الجموع كلها جاي لعنده، طلع على الجبل وجلس. كمثال كمان في متى بيقول: فاجتمع إليه جموع كثيرة. هذه بحادثة ثانية. حتى أنه دخل السفينة وجلس، والجمع كله وقف على الشاطئ. المعلم لما بعلم هو بقعد، وبهذه الآية الناس بوقفوا. إذا بتطلع علينا اليوم الوضع معكوس، اللي بعلم واقف والناس قاعدة، بس اليوم معلش. كمان ليش؟ عشان المعلم هذه هي العادة بالقرن الأول. في مثال تاني متى 23:2 بيقول قائلا: على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون. إنه بمصطلح إنه اللي بعلم هو بعد. كمان بنشوف إنه في متى 24 بيقول: وفيما هو جالس على جبل الزيتون،
تقدم إليه التلاميذ على انفراد قائلين: قل لنا متى يكون هذا وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر. آيات، ثلاث آيات بتوضح إنه الإنسان المعلم بالقرن الأول لما بعطي الدروس بيكون قاعد، بيكون جالس. الكل أجمع إنه متى 5-7 إنه يسوع والله يتكلم عن دستور الملكوت. إذا أنت عايش في دولة، لكل دولة إلى قوانينها إلى أنظمتها. يسوع أجا عشان يعطينا تعليم عن الأنظمة والقوانين والسلوك. كان أعطانا دستور الملكوت، كمان حتى الناس المش مؤمنة بتحكي إنه في الثلاث أصحاحات هدول هو أعظم قيم أخلاقية موجودة، أعظم قيم أخلاقية موجودة في كل كتب العالم، وموجودة ومتاحة للكل. لما بتطلع على بعض الديانات الأخرى بنشوف إنه في أشياء مكتوبة لبعض ناس، وبعدين إذا بتدخل معاهم في أشياء أكثر مكتوبة. في رومية 8 بيقول: لكي يتم حكم الناموس، حكم الناموس فينا نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. السالكين ليس حسب الجسد، تعليم يسوع كانت لجمع مختلط، لجمع مختلط. فالكل كان بيجي ويسوع كان بعطيهم طريق من طريقين، والاختيار للإنسان. في تيموثاوس الأولى 6-3 بيقول: إن كان أحد يعلم تعليما آخر. شوف التعليم تبع يسوع كان منتشر، تلاميذ يسوع كتبوا هذا التعليم، كتبوا الأناجيل بأول 40 سنة من بعد صعود المسيح. تيموثاوس بيقول: إن كان أحد يعلم تعليما آخر ولا يوافق كلمات ربنا يسوع المسيح الصحيحة والتعليم الذي هو حسب التقوى. يعني إذا في واحد بعلم إشي تاني مش لازم الإنسان يسمعه. في تعليم ربنا يسوع المسيح مكتوبة، الآية الثانية بقول فقط تصلف وهو لا يفهم شيء. اللي ما بعرف كلمات يسوع هو لا يفهم شيء، بل هو متعلعل بمباحثات ومحاكمات الكلام التي منها يحصل الحسد والحصان والافتراء والظنون الرديئة. يعني إذا أنت ما بتعرف كلام يسوع المسيح، إذا أنت ما بتعرف تعاليم يسوع المسيح، أنت بتفهمش إشي. كلمات قوية، كلمات تدعونا إحنا كمسيحيين إنه نرجع ونقرأ بالكلمة، تدعونا إحنا إنه ندرس شو يسوع بالضبط بعلم وشو يسوع بالضبط بحكي ونتبع كلام الكتاب. اليوم بس بدنا نتأمل بالتطويب الأولى، بداها بالتطويبات. البعض بتسأل ليش الموعظة على الجبل بتيجي بمتى 5-6-7، يعني في أول إنجيل متى؟ هل هي صارت في بداية خدمة يسوع؟ السؤال إنه لا، عشان إنه يسوع كان مثل ما قرأنا قبل في متى 4 إنه يسوع كان يجول ويشفي، بيشفي كل الناس، فكانت الناس كلها تيجي عشان تسمع كلامه.
ولكن لأهمية الموعظة على الجبل حطوها أجت بأول سفر متى. والآيات بتقول، والآية الأولى اللي اليوم بدنا نتأمل فيها: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. خلينا نحكيها كلنا مع سوا، وخلينا بالفترة هاي ندرس ونحاول نحفظ كل التطويبات. أوكي نبدأ. طوبى للمساكين بالروح لأن لهم، كمان مرة، طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. إيش يعني طوبى؟ لما نيال، يال للسعادة. بسفر المزامير يبدأ سفر المزامير: طوبى بالطوبى، يعني يال. يعني إيش كمان بتعني؟ مبارك. مبارك مش إنه راح يتبارك، مش فعل فعل في المستقبل، فعل اليوم. مبارك الإنسان المسكين بالروح. وإيش يعني المسكين بالروح؟ الإنسان الذي يعتمد على الله، ما بفكر حاله إنه هو كل إشي، بل له ملكوت السماوات. بأشعيا 66:2 بيقول: وكل هذه صنعتها يدي، فكانت كل هذه، يقول الرب، وإلى هذه أنظر. لمين؟ الله نفسه بتطلع إلى المسكين والمنصحك الروح والمرتعد من كلامي. الله نفسه بتطلع إلى المسكين والمنصحك بالروح. ما تفكر حالك إنك أنت عشان عندك مصاري أنت صرت واصل ومش بحاجة لله. إذا صار عندك اسم أنت صار اسمك عالي ومش بحاجة لأي واحد. إذا أنت مثل زكى العشار صرت كتير معروف إنه مش بحاجة إلى شيء. نحن جميعا بحاجة أن نتواضع تحت يد الله القديرة. أشعيا 57:15 بيقول: لأنه هكذا قال العلي المرتفع ساكن الأبد القدوس اسمه، في الموضع المرتفع المقدس أسكن، ومع المنصحك والمتواضع الروح. المنصحك والمتواضع الروح لأحيي روح المتواضعين. في هناك حياة، في هناك حياة من الله لأحيي روح المتواضعين، لأحيي قلب المنصحكين. هل أنت منصحك؟ هل أنت تشعر أنك إنسان لا حول، ما فيش عندك أي قوة؟ أحيي الله نفسه بيقول: طوبى لك، طوبى لك. بمتى 15:8-9 بيقول: يقرب إلي هذا الشعب بفمه ويكرمني بشفتيه. إيش كتير سهل إنه الإنسان يحكي. الشعب بفترة المسيح كانوا بعظموا اسم الله بس بلسانهم. شوفوا العدد الثاني بيقول: وأما قلبه فمبتعد عني بعيدا. بحكي إشي وقلبه بعيد عني. وباطلا يعبدونني وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس. فرق كبير بين الكلمات اللي بتخرج من فمك وقلبك. الله بطلب في هذا الوقت قلب الإنسان. رؤيا يوحنا بيقول الرسالة لكنيسة لادوكية
لودكية. بقول لأنك تقول إني أنا غبي وقد استغنيت. هذا هو عكس التواضع، عكس تواضع، عكس المساكين بالروح. عكس المساكين بالروح شو هو؟ إنسان تكبر. مثل في هاي الكنيسة بقول لك إني أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء. أنا خلاص صار عندي كل إشي، صار عندي معارف، صار عندي ناس، صار عندي ظهر، صار عندي مصاري، صار 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 كل هاي الأشياء بتغنيني. خلاص أنا ما بديش الله. أني أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء، ولست تعلم أنك أنت الشقي والبائس وفقير وأعمى وعريان. واو، كل هذه. طب ما هو فكر حاله أنه هو كل شيء، كل شيء كل شيء، ولكن يعني حتى ما فيش عنده حاجة لله، ولكن في الحقيقة هو شقي وبائس وفقير وأعمى وعريان، كل الصفات التعيسة فيه، ولكن هو بفكر حاله أنه هو كل شيء. كتير مهم أن نعتمد اعتمادا كليا على الله. كتير مهم، مش مثل الفريسي اللي طلع على الهيكل بقول أنا مش مثل باقي الناس، كل الناس خطاء وأنا بعشر النعنع، بعشر إشياء. لوقا 18 بقول وأما العشار فوقف من بعيد لا يشاء أن يرفع عينه إلى السماء. العشار، إحنا لازم نكون مثل العشار. بل قرع على صدره قائلا اللهم ارحمني أنا الخاطئ. هذا لازم يكون تصرف قلوبنا، اللهم ارحمني أنا الخاطئ. توبة للمساكين بالروح. لما أنت تكون مسكين بالروح، هذا ما يطلبه الله منك. عشان هيك يسوع بيقول قائلا توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. يسوع كان بيتكلم وبوعظ عن هذا الملكوت، وفي التعليم كله مثل ما حكينا إنه في خيار بين طريقين، ويسوع أو الملك. ثم يقول الملك متى 25، ثم يقول الملك للذين على يمينه تعالوا يا مباركين أبي رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. طوبى أي مبارك. هل تريد أن تكون مبارك في هذا اليوم؟ هل تريد أن تكون مسكين بالروح؟ أي تتواضع تحت يد الله وتعترف أنه أنت ما تقدر تعمل أي شيء إلا بمعونة من الله. كلمات كتير مهمة، ياريت نفكر فيها، ياريت هلا كلنا نغمض عينينا ونفحص قلوبنا. مكتوب كاتب سفر المزامير اختبرني واعرف أفكاري. مكتوب اختبرني يا الله واعرف أفكاري وانظر إن كان فيا طريقا باطلا واهدني طريقا أبديا. يا رب يسوع، تعالي يسوع، بشكرك يسوع عشان أنت في هذا اليوم علمنا يسوع أن نكون متواضعين. طوبى
للمساكين بالروح، لأن لهم ملكوت السماوات. نعم يسوع، بشكرك يسوع عشان أنت بتعطينا البركة. مبارك اسمك يسوع، مفيش إله غيرك مخلص. نعم يسوع، أنت هو فاحص الكلام ومختبر. تعال يسوع، تعال يسوع، خلينا نتواضع تحت إيدك يسوع. مفيش إله غيرك يسوع.
بنذكركم إنه الاجتماع درس الكتاب الساعة 5 يوم الخميس. الساعة 5 يوم الخميس نراكم 5 يوم الخميس. الرب معكم.